توقفنا على بعض أطراف المشكلة التي يبدو أنها تتصاعد يوما بعد يوم. لكن لو اشتريت من زول من الشارع حتمشي لأمنه؟ ده موقع الدلالة اللي هو موقع الكونيكا. في ناس فعلا ما عندهم علاقة بالدلالة والله تحصل عليه مكاتب وتحصل عليه معارض. اتفاجأنا بقرار انه نمشي صوبة. نمشي صوبة يا جماعة، احنا خسرانين بنيان ونحن خسرانين قروش دفعناها للمحلية. وطالما ان الدولة لديها قوانين ووضعت في ذلك الحقوق والواجبات، من واجبنا ان نحترم لقراراتها طالما انها فيها مصلحة الجميع، ومن واجبنا ان نحترم حقوقنا وان نطالبه بحقوقنا كاملا. ونحن لا نريد خرابا بل نريد اصلاحا في ذلك. تشاهدون في هذه الحلقة. اتنازلت انا من معرض لمكتب، ان انا اتحصل على مكتب ان انا باشر فيه عملية، انا مكتب سماسة، ولحد الان برضو انا مكتب ما تحصلت عليه. صلى الله عليه وسلم. يا اخي ما تقاطعني يا اخي. اول لانه السوق احنا وزعناه مجانا. السوق ده لانه السوق ده مش وزعناه مجانا، ما بيفروش ولا بيرسوم ولا بمساهمه. فبالتالي ما في زول مصدق انه الدوله ممكن تدي زول قطعه مجانا ولا دكان مجانا. رفع لي الاخ رئيس وحده النصر شمال التي تقع فيها في دائرة هذه الدلالة، رفع لي مقترح بأنه داير يصدق مواقع مؤقتة لأصحاب السيارات، خاصة أنه هنالك شكوى من استضافة الخرطوم له كمحلية. فاشترطت عليه اشتراطات معينة محددة، هي ما خرجت من الكلام اللي ذكرته قبل، تصاديق مؤقتة، ما يكون في بنيان ثابت. وهذا الأمر تم بعد فترة بلغت بأن هنالك من يشيد بمباني ثابتة، فدعيتهم لاجتماع لجنتهم، حضروا زي 12 من أصحاب السيارات والدلالة، وأوضحت لهم هذا الأمر غير قانوني، يتعارض مع العقودات، يتعارض مع سلطتنا إحنا ذاته، لأن هذا الحق ليس لنا. فوافقوا يستمروا بهذا الأمر. من جانبي وعدتهم بإذن الله تعالى، وقلت لهم احنا حنخاطب السادة المعنيين في مصلحة الأراضي لتخصيص هذه الأرض لتكون مقرا لدلالة عربات، وإذا ما تكلت مساعينا بالنجاح بإذن الله تعالى ستكون الأولوية الذين وقعت معهم هذه العقودات والذين استلمت منهم هذه المبالغ. الدلالة الموزعة من قبل محلية جبل أولياء اللي هي بما تعادل 320 موقع، ده موقع الدلالة اللي هو موقع الكونيكا. الصرف الصحي اللي هو الوراق ده، وهنا الزلط بتاع مايو. الامتداد بتاع المكان ده من الموقف بتاع سوق 6 اللي هو سوق الفحم ذاك الى اللسان بتاع الكونيكا، هنا التقاطع الاولاني من الموقع ده. احنا عندنا هنا ده 320 موقع صدقت من قبل المحلية ودفعت المبالغ بتاعتها وردت لمحلية جبل أولياء. دي الحتة بتاعت الكونيكا اللي هي دلالة، سميناها دلالة حي النصر الكبرى لبيع وشراء السيارات في محلية جبل أولياء. جونا ناس المحلية في اجتماع عام هنا في الموقع ده، وأعلن السيد إبراهيم البدراني مدير الوحدة الإدارية إنه يا جماعة في قرعة لدلالة من 2013، وجينا 2015 وحصلت القرعة والحمد لله وقع علي من نصيبي القرعة، ودفعت الرسوم كاملة المغررة، قالوا 10، رجع المعتمد علق لهم قال لهم تعملوا 2 مليون زيادة اللي هي 12، دفعنا ال 12 بإيصال إلكتروني، وقعت لنا القرعة بأرقام، استلمنا القرعة. استلمناها بواسطة المهندس وبواسطة المحلية، الدكاكين اللي أنت شايفها دي كانت كوش كلها المحلة دي نظفناها نحن بالجهد الشعبي. كانت كوشة ونظفناها وخليناها بالمستوى انت شايفه ده، وبدينا فيها البنيان بتاعنا الى ان جاء التوقيف من السيد المعتمد، الى ان اوعدونا بانه الموقع سوف يكون يتم الاشادة بتاعته بشهادة بحث لمحلية جبل اولياء بتسليمنا المواطن شهادة بحث مع دفع رسوم التحسين. جاء في احتفائية عامة السيد مدير الوحدة الادارية، وعندنا سيدي مصور صورة وصوت، وقال يا جماعة ابدوا بنيان، جبت المقاول اتفقت معاه ب 40 مليون اديته حقه بدل بنيان. والله هذا ده الشيء الحاصل.
ده الجدول، رغم الجدول ده ورغم عفانته دي نحن نظفناه وقعدنا فيه وقلنا يا جماعة نحن العفانة ولا الإهانة، نحن دارين العفانة دي ولا نهان من قبل محلية الخرطوم. جاء المعتمد قال يا جماعة تقيفوا، نقيف ليه؟ أما ترجعنا ليه وقال دارين إنه الأرض دي خصصت لناس التخطيط العمراني ودارين بدل ما تكون أرض محلية تكون شهادة بحث. ومن جانبي يعني تحركت بفاعلية، خاطبت الأخ الوزير ونزل توجيهاته لسلطات الأراضي المختلفة مساحة للرفع المساحي، وتمكنت سلطات الأراضي الممثلة في إدارة المساحة من أخذ الرفع المساحي ورفع التصورة للأخ الوزير. طبعاً الإجراءات هي هتاخذ زمن وأخذ الزمن، لكن القرار الأولي والتخطيط الأول صدر بالموافقة، لكن حتى الآن إحنا لم نستلم شهادة بحث عشان نقول ملكناها بيدنا وتجي تملك للإخوان ديل عشان تبقى مواقع ثابتة. وقفنا عشان الناس يدونا شهادة البحث، أتفاجأنا بقرار إنه نمشي صوبة يا جماعة، إحنا خسرانين بنيان ونحن خسرانين قروش دفعناها للمحلية، ولحد الآن ظلمة ضللنا فيه عشان نقول خسارتنا دي ممكن انجمينا فيها يوم ما انجمينا فيها يجي يقولوا والله يفوتوا، نفوت منها كيف؟ ما عدنا لنا زي 7 يوم، جانا السيد المعتمد يوم 4 الساعة 4 مساء، أنا السوق كله متلمي، قال يا جماعة وقفوا الشغل، أنا ما مسؤول من الشغل ده وأنا ما سلمت زول وأنا ما طلعت قرار وأنا وأنا وأنا، وحتى المدير التنفيذي بتاعي ده هو لو أخطأ أو أخفق أنا بعاقبه وبحاسبه قدامكم. تم الاجتماع مع المعتمد، أشرنا له لسوابق مرة مع محلية جبل أولياء في مكان ما سبقوه من معتمدين. الآن الأرض اللي أنت واقف فيها دي تعويضات، المعرض اللي شايفه ده تعويض، كان وزعوا للناس معارض في شارع الهوى ب 40 مليون وحصل نزاع ما بين المحلية وما بين السكة حديد، رفض المشروع وعوض الناس المعارض اللي أنت شايفه دي، ده حوالي 120 معرض وفي حوالي 160 نفر ده ما استلموا لسه. فقلنا يا أخي أنت سوابقك كثيرة في اجتماعنا معه، سوابق المحلية دي كثيرة في النقض بالعهود، بتتعهد وبتنقض، بتتعهد وبتنقض. بالنسبة للغاية مع المعتمد كمفوض من قبل لجنتنا بتاعت الدلالة باعتبار أني متابع للأحداث، فتقريبا 18 لغاء بين من مدير محلية مع سليمان للبدراني، الكلام كله بيكون في انه نحن الخطاوي بتاعتنا وصلت كذا وصلت كذا، يعني بيتعددوا لنا مراحل في كل زياره، 18 زياره معاهم كل مره عندهم مرحله نحن تجاوزناها ووصلناها، زي ما قال رئيس اللجنه بانه وصلت النسبه من 60 ل 90 لحد ما وصلت 95%، ودي باعتبار نحن بالنسبه لنا نسبه مطمنه بانه موقعنا ده خلاص استملكناه. فاتضح انه ما في اي كلام من الكلام ده او نقض عهده في لحظات اخيره نسبة لضغوط من رابعه او لاي شيء بيعرفوه ثاني. وزاره الماليه والتخطيط العمراني. يا جماعه استمتع يا وزارة التخطيط، وزارة المالية والتخطيط العمراني، إيصال رقمي كده، الموقع رقمي كده، مرغني محمد مصطفى السيد، المبلغ المدفوع 12000 جنيه، التاريخ بتاعه رقم الإيصال 3/11/2015، ده الإيصالات محلية جبل أولياء وحدة حي النصر الشمال، محلية جبل أولياء وحدة حي النصر الشمال. قد تم كل التسديد المبالغ بقبل إيصالات مالية زي دي، زايد عليها في إيصال ب 250 جنيه رسوم أدعاب السيد المهندس، 250 جنيه يعني 12 مليون و 250 جنيه. نحن كلجنة وردنا للناس ديل ما أقل من 80 موقع، نحن كلجنة في 2015 80 موقع، وهم التوزيعات بتاعتنا تمت من قبلهم هم غير خلاف اللجنة ما أقل من 120 موقع في 2015، وأما من 2013 إلى 2015 قد تم تسليم 320 موقع، السابقة في 2013 ب 10000 جنيه وفي 2015 ب 15000 جنيه. تمت كل التوريدات للمحلية وبقينا شايلين الصبر بأنه نحن جايانا
شهادات بحث، حتى البنيان اللي وقفوه في حد معين بقى هسه اصبح خرابات. يعني احنا خسرانين البنى، خسرانين الطوب، خسرانين دفعنا للمحليه، يعني ما في ناس هسه ممكن يكون ال 12 مليون دي خلاها بيكون صارف له قرابه ال 60 مليون في الموقع. بدلنا راينا لسببين. السبب الاول وعدنا لهم ما حزنا على التصاديق اللازمه عشان نخلوني يستمروا، والامر الثاني علمت من الاخ في اجتماع مشترك ضمني والاخ معتمد الخرطوم بانه هيا لهم موقعا مناسبا لكل دلاله الخرطوم. الخرطوم زمان كانت تعني جبل اولي والخرطوم، هيا لهم موقعا في جنوب صوبة، جنوب مستشفى صوبة الجامعي، وذهبت بنفسي وشاهدت هذا الموقع مهيئ من كل النواحي، وإفادة الأخ محتمد الخرطوم بأن هؤلاء الإخوان حقيقة غير راغبين البتة بأن يذهبوا لهذا الموقع، ومما يعد حقيقة يعني خسارة لهم. بس المعتمد بتاع المحل الجبلولي قال تطلعوا من هنا تمشوا صوبة لأنه هو عنده اتفاقات مع محلية الخرطوم، رأيك شنو انت؟ ما بنقدر والله، هناك صوبة ما بنقدر، لأنه هناك في خطورة، لأنه كم نفر نحن السنة الفاتت رحلونا هناك، واحد فقد 200 مليون يعني خطفوه منه في الشارع لأنه وطام سد عليه وما عنده محل يخد فيهن، وجاي شايل كيس شالوا منه ناس المعاتر، ففي خطر هناك والله بصراحة، يعني هناك في صوبة نحن في خطر. صوبة دي هل بشيننا نحن كلنا؟ ما بشيننا كلنا وما في أمان. أنا دي محلتي ودي أقرب لي، إذا أنا قبل ما أكمل بنياني بيقولوا لي يا أخي تفوت، أفوت منه كيف المبنى ده؟ أنا زول عندي إيصال إلكتروني وعندي كروكي وعندي قرعة وعندي كلام السيد المدير التنفيذي اللي هو البدراني صورة وصوت، قال لي أبني أبني، ببني ولا ما ببني؟ بنيت. وبعدين صوبة دي فيها ضغط عالي، انت كنت صالح الصوبه دي ما صالحه، حسب بقت زي سوق المركز دي وبقت ما نافعه، وصوبه يعني زادنا كان عندنا قروش موقف بقت فيها تجاره ذاتها، يعني الناس تمسك تبيع على الاراضي بتاعت تعالي اذلنا الديك، ناس اللجنه هناك احنا عايزين حقنا، يعني احنا قروشنا دي دافعينها من كم؟ في ناس ضحت من 2015 ناس ذهبت، بعد ذهب بعد شنو؟ حاجات هناك هنعمل شنو نحن؟ كل مره يجي فيك اللوحه يودونا يا جماعه امشوا القسم ندفعوكم مليون ونص اثنين 2 مليون ما ممكن يا جماعه، احنا متضررين عايزين نعرف ذاته، ما قادرين ناكل اولادنا، ما قادرين نعيش، ما انا قادر نعمل اي حاجه، ما قادرين اي حاجه في الدنيا دي، احنا كلامنا الاغنياء وصل لرئيس الجمهوريه. حقيقه نحن قبيله السماسره والدلالين نفخر بانتمائنا لهذه القبيله وندافع عنه حربا وسلما، وطالما ان الدوله لديها قوانين ووضعت في ذلك الحقوق والواجبات من واجبنا ان نحترم لقراراتها طالما انها فيها مصلحه الجميع، ومن واجبنا أن نحترم حقوقنا وأن نطالبه بحقوقنا كاملا، ونحن لا نريد خرابا بل نريد إصلاحا في ذلك، نطالب الدولة أن تصفنا يعني. لا ما بنقبلها والله، والله ما بنقبلها نهائي. نمشي وين؟ ما بنمشي صوبة والله بنمشي. إذا مشاهدين الكرام نحن الآن في منطقة صوبة، تحديدا في دلالة صوبة للسيارات، هذه الدلالة التي يفترض بها أن تضم كل السماسرة وكل تجار السيارات وسماسرة السيارات. أتينا إلى هذه الدلالة مباشرة بعدما استمعنا وكما تابعتم إلى معتمد محلية جبل أولياء، واستمعنا إلى تجار وسماسرة في كيرين أو في دلالة الكونيكا التي تتبع لمحلية جبل أولياء. يفترض بهذه الدلالة في صوبة أن تضم كل التجار وكل السماسرة الذين يعملون في كل دلالات ولاية الخرطوم، يفترض أن تضمهم هذه الدلالة في منطقة صوبة. هذه الدلالة ستفتتح بعد أيام قليلة، العمل جاري الآن، جاري الإنشاءات. مباشرة سنذهب لمجموعة من التجار وسماسرة نستمع إلى آرائهم حول المكان وحول جودة المكان وحول صلاحية المكان لعرضه، خصوصا أننا سمعنا أن هذه الدلالة قد لا تسع السيارات الكبيرة من الدفارات ومن الحافلات وغيره، سمعنا بعض الآراء، أتينا هنا لكي نستقصي عنها. أهلا بكم. والله نحن طبعا من المعتمد لما جانا هناك في الصحافة وحولنا هنا، الصوبة دي كانت عندنا نحن قبل السنة من قبل الفاتت، جابنا كان المعتمد الأول نمر كويس، وجينا هنا واتضح نص الناس ما جات أوكي، فالناس اللي ما جات نحن جينا هنا وكان استحقينا، حتى كانت دونا كونتينرات وقعدنا وباشرنا شغل وكان اشتغلنا في الوقت ذاك. ثاني نصنا قام شنو؟ رجعت الصحافه. الناس مشت هناك وقعدت جوا، في النهايه وقفوا في الزلط وثاني جابونا هنا، ثاني جينا من الناس الاوائل اللي جينا
ادونا مكاتب والداير معرض سلموه معرض، والعنده عقد ايجار هناك في الصحافه جاب عقد ايجاره برضو ادوه معرض. يعني الناس اجت في الاول كلها الحمد لله شنو استحقت اخذت، اما الناس اللي كانوا نصهم في الكونيكا ونصهم مشى وين ونص شغال جوا جونا هسه اخيرا، فالمساحه ما بتسع كل الناس دي. ما في زول جه هنا قال داير مكتب او داير يشتغل هنا، ما في زول اباه، ناس اجتهدت وحفزوا الناس انهم يعني يساعدوهم انه الناس يفتح محله ويقعد، خرب من النجار هناك هلكوه هناك جه هنا قعد. الناس اللي بتقولوا احنا ما اخذنا وما ادونا واللجنه ما عملت لنا، دي ناس جو هسه واحد له 10 يوم 15 يوم داير ياخذ له حق زول له سنه او 6 شهور قاعد هنا ما عنده شغل، مخلي الصحافه مخلي الكونيكا قاعد هنا عشان ينمي المنطقه دي، والحمد لله الشغل فيه. احنا والله اولا نشكر السيد المعتمد على الشغل اللي قام به، ونشكر اخونا خالد واللجنه التنفيذيه في هذا المكان، ونرحب باخواننا يعني احنا حتى في الكونيكا يعني احنا ما عندنا معاهم اشكاليه. انت من صاحب معرض ولا انا من 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 ولا من المستحقين؟ انا من المستحقين من الصحافه لمعرض؟ ايوه. لا ولا معرض، انا ما عندي له استطاعه مكتب ولا مكتب، انا داير خدمات بس يعني. لو كيف يعني؟ والله ولل للان اللجنه ما 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 ادوني ولا جزء من الملي. شفتها؟ عندك معرض او مكتب؟ ما عندي للان، انا ما املك ولا جزء من الملي من المساحه دي. المشكله انه في 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 اولويات وفي وساطات وفي حاجات كثيره جدا. كويس؟ وحاصله انا ممكن اوريك هسه. استاذ يا اخي لا ما 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 يا اخي ما ما يا اخي اسمع 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 رايانا راي لا 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 راي لا ما تقاطع رايك. خلينا نسمع صلى الله عليه وسلم. يا اخي يا اخي ما تقاطعني يا اخي. انت امبارح يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي جاكم فاسق بينما فتبين يا اخي يا اخي شيخ يا اخي صلى الله رسول الله كلام على استاذ يا استاذ ما احنا بنجيك يا استاذ ما احنا بنجيك الراي ده اخوي يا استاذ. انا لانه هنا في مداخلات، لانه ديل ضمن حقهم، ديل ضمن حقهم كويس، ضمن حقهم كويس. يعني في 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 حاجات هنا غريبه جدا بالمناسبه، في حاجات غريبه بتحصل هنا. المشكله اللي واجهتك شنو تحديدا؟ الان انا ما استلمتها. طيب انت جيت من 200؟ انا من السنه المضت من ما بدر الدين كان رئيس اللجنه كويس، من رئيس اللجنه، من رئيس اللجنه. اوراقك سليمه، كل حاجاتك سليمه. انا بستحق اي زول في الدلاله دي يعرفني. انا اسال بقى فينا اللي بيقولوا انا كذاب ديل وناي، اقول له رئيس اللجنه ذاته القديم، قول لهم شيخ الدلاله دي كان من وين في الصحافه مش هنا. في ناس جايين بوساطات من انا حقول المحسوبيه والجاويد انتهت ما انتهت حقيقه. في الكلام ده حصل في حقيقه، في حقيقه يعني. في بعض الناس حتى بسمع من بعض الناس هنا انه في ناس فعلا ما عندهم علاقه بالدلاله، والله تحصل عليه مكاتب وتحصل عليه معارض. وانت اصحاب المهنه؟ والله ما حصلت، انا واحد من الناس يعني ما حصلت. طيب الكلام اللي بقاش انه انت ما حصلت على معرض قالوا لك شنو؟ والله بس وعود، وعود مشيت وقابلت مدير المحليه واللي هو خليفه، وانه اشوف لك ثاني في معارض، انه في معارض بتنزع، في ناس استلموا معارض ما اسسوها حننزعها، والليله بكره وحننزع، والموضوع طول يعني جرا. والله احنا اصلا ايجار العربات، اصلا مكتب بتاع عربات، هذا المكتب بتاع عربات، ايجار عربات وبيع وشراء بتاع عربات في المربع الذهبي. يعني عندنا مكتب اسس علينا استئجار عربات، ناجر عربات وبنبيع ونشتري. لكن انت راغب وما لاقي؟ والله راغب وما، وانا والله ده شهرين، انا شهرين انا بجي يوميا هنا بقابل ناس اللجنه وبقابل المدير المحليه وما لحد الان ما تحصلت. ردك انا كلفت باداره الملف ده قبل 18 شهر، يعني 18 هيك اكثر من سنه من المتهم السابق السيد عمر نمير. فالناس بنشدوا جذب، فاي دوله واي حكومه ممكن توفر سوق لاي مواطن، لكن لا ممكن توفر دكان لاي مواطن. ممكن توفر سوق لاي مواطن يلقى سوق، لكن ممكن اي مواطن يلقى دكان. محليه الخرطوم المعارض المسجله في المحليه 74 معرض، من عبيد خاتم للصحافه للمريديان لابو حمامه، دي المسجله بتورد عندها صالات وعندها رخص في محليه الخرطوم. الان احنا موزعين ما يقارب 300 معرض. ال 74 استلموا الاصل هم مستحقين المستهدفين، اما اللي بيمارسوا المهنه استهدفوا الدينون استلموا ما في زول مستلم، لكن اصلا البدي بيمدح والما بيلقى طبعا الصوت بيقدح يعني دي بعد ذاك الناس بتبدا تخش في جدل ما هو ليه اخوي ده وانا ما اول شيء اول 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 لانه السوق احنا وزعناه مجان. فشنو السوق ده؟ لانه السوق ده وش وزعناه مجان ما بقروش ولا برسوم ولا بمساهمه.
فبالتالي ما في زول مصدق انه الدوله ممكن تدي زول قطعه مجان ولا دكان مجان. ايوه انه مبتكرين المزله فيها رسوم ما جو وبكشات ما جو. والان ان كشاتنا شغال السيد المعتمد الان بيكشف الناس عندي السوق ونص السوق هذا فاضي يعني كيف مالكوا وكيف ما ده تنسي. والله تقريبا لي شهر شهر ونص او شهرين جيت انا كنت مسافر وجيت هنا عشان اتحصل ذاته على معرض انتقل من المربع الذهبي اجي لسوبه. فيوميا انا بجي يوميا انا بجي يوميا انا بجي ما حصلت انه المعارض خلصت. والله بيقولوا انه المعارض خلصت ما في المعارض خلصت كلها الناس استلموا. وانا يعني بعد في زملائي برضه لسه مستحقين معارض برضه لحد الان جو ما عارف حيستلموا وين. وانا ليش قريبه شهرين لسه ما حصلت. اتنازلت انا من معرض لمكتب ان انا اتحصل على مكتب ان انا باشر فيه عملي انا مكتب سماسره ولحد الان برضه انا مكتب ما تحصلت عليه. فامشي وتعال الليله بكره امشي وتعال الليله بكره اوه زي ما شايف هسه حاليا في سوبر تكرين المزله فيها رسوم ما جو وبكشات ما جو. والان ان كشاتنا شغال السيد المعتمد الان بيكش في الناس عندي السوق بس نص السوق هذا فاضي يعني كيف مالكوا وكيف ما ده. لا ده كلام هم ما لاقين يبيعوا كيف ما ده كلام صاير ما في زول بيبيع ليه دكان هو اصلا ما لقى عشان يبيعوا. هو مش قصور بمعنى قصور لكن هي مرات حوائج والحاح من مواطنين في قضاء حوايجهم. بيجي صاحب حاجه يقول لك اسال الان انت لو قاعد معي وجيت بكره بعد بيقول لك يا اخي اديني 5 متر هنا. يقول لي يا اخي الحته دي ما صحيحه وما سليمه. يقول لي انا ما قادر اكسب دي عيشتي داير اعمل لي دردقه هنا دار. انت في النهايه بتلقى برضه مطالب من جانب انساني من جانب برضه فيها جانب انا اقول لك برضه فيها ايرادات بتتشال لكن بتوضح للزول هذا الموقع غير دايم هذا الموقع في اي زمن ممكن يشال ويزال وفي نقاط واضحه بنود مشار اليها في العقد. فانا اتفق معك احنا لو اصلا بقينا ناشفين كده ما فضت من امرنا. انت دار تشيل حقنا وما راضي بينا ودار تطردنا ويعني احنا ما عارفين ذاته نسوي شنو. عندنا ناس شغالين مع اخواننا في الثروه الحيوانيه وعندنا مساحه يقارب المساحه دي 30 ألف متر ان شاء الله حنوزعها لهم. وحصل اتفاق بين السيد الفريق ابو شنب والسيد اللواء جلال معتمد الجبل الاولي على انه ندونهم ذاته. وانا ملتزم الملف ده اكمله واسلمه قطع ناس الكل 200 لحد 200 خلال الاسبوع ده ان شاء الله. الشغل من العمل العمليه دي والله ما ظريفه جدا جدا. احنا والله اولاد السودان ويعني جدود نحن انا من البلد دي موظفين البلد دي ونحن جايين فينا يزلوا فينا يقبضوا العربيه يغرموك 2 مليون ويقبضوا فينا ويدعوا فينا. لا نحن ما سودانيين نحن عايزين نحن عايزين حقا عنا نحن والله ما ليه بس يزلوا فينا كده طالبين احنا يغيمونا وثبتونا هنا ثبتونا اعملوا اي حاجه ما بها فرق حق عزيز لا فرق قبل لا احنا جبل اولى لا فرق بها فرق فينا يعملوا لنا مكاتب يعملوا لنا يعملوا لنا يعملوا لنا حل بعد احنا يقيمونا محليه جبل اولى دي احنا راضين بها نحن راضين بمحليه جبل اولى دي وانا قبلانين نقعد في الاخبار ونستنى ريدونا محليه جبل اولى دي احنا راضين بها يا اخي ناس الزراعي بدها يرفعهم عملوا لهم محلات ناس البراميل عملوا لهم ليه نحن ناس عربات نحن هسه هسه عندنا التوثيق ده التوثيق ده ب 500 الف ما مش جزء الحكومه ليه نحن ليه جزء ليه التوثيق ده ب 500 الف عربي وسوق 500 الف بيمشي للحكومه بس نحن ليه السلام عليكم يا اخواننا. نحن بنفتكر انه اي عمل بيكون في بلد من البلدان بيحكموا قانون وبيحكموا دستور. الدستور بتاع حكومه السودان بيبيح لاي زول حريه التنقل حريه المعيشه حريه المكسب. احنا بنفتكر بانه ده افلاس والله من المحليه في انها تبطل شغلاتها كلها تباري معايشنا نحن بوليس وعربات ما في عقوبه خلقها ربنا الا بنص. شنو انت تلقى عربيتي واقفه في محلها تمشي تشيلها توديها البوليس هناك عشان تدفعها 2 مليون وين نصك القانوني اللي بيحكم السلوك بتاعك ده؟ انا بفتكر الاداره بتاعت البلد ماشيه لناس ما عندهم تاهيل مع الاحترام والله. بنطلعهم للسلطان واللي ما عجبه يمشي طوالي برضه ذات السلطان يتبعه ويتبع القانون. ليه؟ لانه حقيقه ما في مبرر يقعدوا هنا منطقه اصلا ما لا نحيز قانونا. وضحنا لهم انه هذه العقودات مؤقته وريناهم انه المعالجه في اطار السياسه الكليه لولايه الخرطوم هذه الدلاله تطلع لصوبه وقرها مجلس وزراء الخرطوم الان عضو فيه
فممكن احنا حقيقه برضو نخطط في جهه ونجي نشتغل في جهه اخرى. مشاهدينا الكرام، اذا ايام وتفصل عن افتتاح دلاله سوبا للسيارات، يفترض بهذه الدلاله ان تضم كل دلالات الخرطوم، التجار والسماسرة الذين يعملون في بيع وشراء السيارات في كل ولايه الخرطوم، يفترض بهم ان يكونوا هنا في منطقه سوبا تحديدا في الجزء الغربي من سوبا. ولكن مشاهدينا الكرام، من خلال حلقه اليوم توقفنا على بعض اطراف المشكله التي يبدو انها تتصاعد يوما بعد يوم. اولى المشاكل هي في منطقه الكونيكا التي تتبع لمحلية جبل أولياء، وهي دلالة كبيرة ومعروفة. أخذت محلية جبل أولياء مبلغ 12,000 جنيه من كل تاجر ليتم ترحيلهم بعد ذلك إلى هذه الدلالة. بعض التجار المشكلة أنهم غير مقتنعين تماما بفكرة الانتقال من تلك المنطقة إلى هذه المنطقة، والمحلية تحدثت أنها ستقوم بترحيلهم تحت أي ظروف لأنها تسعى إلى تطوير وإلى تقنين هذه المسألة. بعض التجار، وهذه هي المشكلة الثانية، تحدثوا أن توزيع المكاتب والمعارض لم يتم بطريقة ربما نزيهة، يعني المستحقين لهذه المكاتب لم يأخذوها كلهم، وبعض الأشخاص حديثي العهد بهذه المهنة هم من أخذوا المعارض وأخذوا المكاتب، والآن بعض التجار والسماسرة لا يملكون مكتبا أو معرضا بهذه الدلالة. أما الرأي الثالث أن هذه الدلالة تمثل تطورا وتقنينا لهذه المهنة التي شهدت عثرات لسنوات طويلة. إذا مشاهدين الكرام، ربما في الأيام القليلة القادمة سنشهد عن أحداث ستسفر عن مآلات لمشكلة متصاعدة تتصاعد يوما بعد يوم. تحياتي والفريق العامل، وفي أمان الله.